إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوعنا اليوم سيكون حول طريقة سهلة للقضاء على الفاش، طريقة مجربة وفعالة، وأنا شخصيا أستخدمها وأردت أن أشاركها معكم. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يعتبر الفاش مشكل يعاني منه الكثير من المربين، خاصة في مرحلة التزاوج والإنتاج، بحيث يجد الفاش الأماكن المفضلة لديه للتكاثر ويصبح عدده بشكل كبير خاصة في الأعشاش. وقد يكون الفاش سبب لهجرة الإناث للعش والبيض، ولا تعد تحضن على البيض لأن الفاش أصبح بكثرة في العش. وقد يكون الفاش سببا أيضا في موت الفراخ حديثة الفقس، لأن الفاش يتغذى على دم الطيور، وعندما يتغذى على دم الفراخ يصبح لونها أصفر وتموت بسبب فقدانها للدم. وأيضا لا يترك الطيور تنام بشكل طبيعي في الليل، بحيث تقوم الطيور طيلة الليل بالحك. وأيضا عدم تنظيف الأقفاص من بين الأسباب الرئيسية التي تساعد على تكاثر الفاش في القفص. لذا إخواني الكرام، النظافة هي أساس للقضاء على الفاش. والآن سنستخدم هذه الطريقة البسيطة للتقليل والقضاء على الفاش باستخدام الشريط اللاصق. كما تشاهد، سنقوم باستخدام شريط اللاصق ونقوم بلفه حول أرضية القفص كما ستشاهدون في الفيديو، ويقوم الفاش باللصق في الشريط وبذلك يموت. كما تشاهدون، نقوم بلف شريط اللاصق حول أرضية القفص بحيث يكون الوجه الظاهر هو الوجه الذي يلصق فيه الفاش. نقوم بلفه على كامل أرضية القفص، خاصة الأقفاص التزاوج والإنتاج، بحيث يكون الفاش بكثرة. كما تشاهد، هذا هو الجانب الذي يلصق عندك لكي يلتصق به الفاش. وفي الليل عند خروج الفاش ليتغذى على دم الطيور، يمر من الشريط اللاصق ويلتصق به، وبعد 3 أيام أو 4 أيام ستلاحظ بأن هذا الشريط اللاصق قد امتلئ بالفاش. ثم تقوم بنزعه وإعادة شريط لاصق جديد، وتقوم باستمرار هذه العملية وستقضي على الفاش. نتمنى أن الفكرة وصلت إليكم والمعلومة أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.